السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أحبابنا الكرام، مرحبا بكم، وطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وتبوأتم من الجنة منزلة. وهذا مجلس جديد من مجالس الموطأ، تحفيظا وشرحا موجزا. مرحبا يا أستاذ محمد محجوب، كيف حالك؟ السلام عليكم. طيب، حتى يأتي أخونا الحبيب الأستاذ محمد محجوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولانا، وعليكم كيف السلام، حالك؟ حياك الله أخي الحبيب، كيف حالك؟ بخير، كله تمام؟ حياكم الحمد لله، أنا لاباس الحمد لله. الحمد لله، معذرة على التأخر غير المتعمد. لا لا بأس، ما بارك الله فيكم. وقفنا عند الحديث رقم 71 وعلى ترقيم نسخة الأعظمي رقم 100. قال مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبره أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. قال مالك عن نافع عبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أمير، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سأل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن سأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. طبعا الحديث واضح الدلالة، وفيه إشارات جميلة جدا، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا صغارا في سنهم إنهم كانوا ينكرون الشيء المستغرب، الشيء الذي لم يعهدوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو مما رأوه من شيوخهم من كبار الصحابة. وذلك عبد الله بن عمر فرق بينه وبين سعد بن وقاص كبير جدا، وذلك أنكر عليه. ولما أنكر عليه كيف تعامل؟ ما قالوش اسكت يا ولد، عيب، تقليل الادب، وضربه وكذا. لا لا لا، انما ايه، تعامل معه بلطف، فقال: اسال اباك، ابوك اعلم منك وادرى. ورسول الله سلم معلوم انه اثنى على عمر وعلى علم عمر، فاذا اسال اباك. فلما سال اباه بعد فتره طويله قال: نعم، خلاص. يبقى اذا، وايضا فيه دلاله على ان الغسل هو الاصل، ف
فكنا عبد الله بن عمر وهو من اشد الناس واحرص الناس على سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام وتابعة الحبيب وتابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام، لا يعلم بهذا الأمر إلا بعد فترة طويلة من فترة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هذا دليل إن الإيه المسح أمر طارئ، أمر عارض، ليس إيه ليس هو الأصل، ليس هو الأصل. وإن كان لو الإنسان أخذ هذه الرخصة والتزم بها لا أحد يلومه، هي رخصة في كل الأحوال. يعني مثلا كمثل رخصة المسافر، وقد سئلت عن هذا بعض الناس في أوروبا، عمله هو السفر، عمله ان هو شيفور يقود السيارة او درايفر ان انجلش، يسافر من مدينة لمدينة ويرجع وهكذا، فماذا يصنع في رمضان؟ هل يفطر ام لا يفطر؟ قلت نعم يفطر طبعا، افتى العلماء بذلك، يفطر رمضان كاملا، له رخصة في ذلك. والله حب يصوم ماشي مفيش مشكل، انما هو قال لا انا اريد ان افطر ومشقة وكذا، لا بأس. حتى لو ما فيش مشقة سفر من حقك ان تفطر حتى لو لم تجد مشقة، ثم يصوم ثم يقضي في الشتاء حيث يقصر نعم. النهار ويطول الليل، بس هذا هو الله أعلم. نعم. بارك الله فيك مولانا. تفضل. يعني فقط سؤالين، او في هذا الحال حقيقة يعني فقه عظيم يدل على مثلا صحيح النقطة التي عرفتها يعني قبيل يعني في بداية الأمر عند يعني استغراب الصحابة من بعضهم البعض عندما يرون شيء أو ينكرون أشياء مستغربة. شوف يعني تعاملهم فيما بينهم يعني، وهذا يعني يدل على يعني التكوين العلمي للناس لإنسان. الإنسان عندما يكون مكون علميا وعنده علم يعني يتكلم سبحان بلين وبرفق. الرفق يغلب على كلامه. الله. ما كان الرفق في شيء إلا زانه ومآه. فسبحان الله شوف الصحابة يعني هذا يعني ينقصنا كثيرا في هذا الوقت هذا الزمن. نعم تماما. كثير من الشيوخ لهم علم كبير جدا بحور، لكن كيف يتعاملون مع تلاميذهم يعني شدة. الله يعني تعامل يعني ماشين جدا للدين للإسلام. نعم تمام. مع العلم أنه سبحان الله يعترف بفضلهم وبعلمهم، لكن في يعني تقديم العلم هذا للناس على طبق للناس يعني هناك الوسيلة يعني الوسيلة يعني مش جيدة. نعم نعم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية سيدنا عبد الله بن عمر ومع أبيه وفي مجلس أبيه ويتكلم على يعني الأمر مثلا الغائط، هذا يدل على أن الإنسان عندما يريد أن يتعلم ليس هناك حاجز. نعم. نحن الآن كل شيء طابو يعني كل شيء مستور. نعم. حتى يعني هناك عائلات هنا عائلات وكثير من العائلات هنا عندما تتكلم على هذا ما يقول لك هذا يستحي منه، هذا حشومة، هذا يستحي نعم. منه. نعم. نعم. ويدفع أولاده وبناته إلى الخروج يعني لكسب يعني لجلب المعلومة من الخارج. نعم نعم. وربما هذه المعلومة تكون ضارة للأولاد وضارة ولتشتيت، تكون نعم. هي سبب في تشتيت العائلة ولا يهمه الأمر. نعم. لا الأم ولا الأب لا يهمهم الأمر. نعم. أنا المهم هذا يستحي منه. أنا نعم. مثلا كلمة الغائط، كلمة الدم الحيض، لا أتكلم. أنا تكلمت مع بعض الأشخاص يقول لك لا أنا لا أستطيع أن أتكلم مع بنتي مع نعم. العلم أن امرأته جاهلة لا تعرف. يقولوا انت تعرف هذه الحوايج لماذا تتكلم مع بنتك؟ لا لماذا تخلي بنتك تخرج الى الخارج باش تتعرف على هذه الامور؟ تعلم يقول لك لا هذه حشومه هذا حد احمر خط احمر الله المستعان. فعلا انت معك الحق، لان ابناؤنا او بناتنا اذا لم يجدوا من ينصحهم ويوجههم ويصوب لهم الاخطاء ويفيدهم ويثريهم علميا في هذه الاشياء بكل صراحة، في مسألة قضايا الحاجة، في مسألة أيضا الجنس والعلاقات الجنسية، الأصدقاء، هذا الرفيق، خاصة عندكم في أوروبا بوي فريند جيرل فريند وما شبه ذلك، هذه الأشياء لابد أن هو يكون إنسان واعيا بها حتى لا يعني يبكي ويندم حيث لا ينفع الندم، وكما يقال يعني يبكي على اللبن المسكوب ما ينفعش، خلاص لا ينفع. فاذا من البدايه مفروض الانسان حتى وين عاش في اوروبا، بعض الناس يقول لك طيب انا عايش في اوروبا كيف يعني ما
يرجعوا. انا اعرف كثيرا من الاخوه رجعوا من اوروبا واستقروا في المغرب حفاظا على اولادهم، وهذا شيء طيب وانا معهم في هذا وجزاهم الله خيرا. ولكن ايضا هناك في اوروبا اخوه فضلاء واخوات فاضلات يحافظون على دينهم ويحافظون على ابنائهم نعم. ويربونهم افضل تربيه، ربما افضل من الذين يربون ابنائهم هنا في المغرب او في الدول الاسلاميه. اكيد نعم، لان الاصل هو الاسره. الطفل يمكث في الطبيعي في المعتاد في المدرسه 8 ساعات. نعم. طيب 14 ساعه يروح فين؟ نعم. صح ولا ايه؟ ما هي 8 8 وكمان 14 ولا كام تاني؟ 10 كمان. يبقى 16، 8 ساعات في المدرسة و16 ساعة في البيت. يبقى التكوين العلمي كما أشرت للتكوين العلمي، التكوين العلمي الأساسي هو في البيت، كما تربى الصحابة رضوان الله عليهم في بيت النبوة. أنت بقى حضرتك؟ هذا هو الأصل. بالتالي في أجيال الحمد لله يحافظون على أبنائهم وكذا، أنت بالك، وأيضا يدعون إلى الله، لا يتأثرون بغير المسلمين من اليهود او النصارى او اللادينيين، وانما يؤثرون فيهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله او قدر الله وما شاء فعل. نعم، بارك الله فيكم. احسنت، حفظكم الله. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال بالسوق ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال بالسوق ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصليها عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. طبعا هذا دليل ان كان بعد الموقف بقى اللي هو بعد ان إجابة أبيه بدأ بقى يمسح، عمل بهذا. نعم، تفضل سيدي. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي إلى جنازة ومسح برأسه صح؟ عليها ومسح برأسه ولا رأسه؟ عندي مسح رأسه، حقيقة هي برأسه. نعم، الاثنين صح. ومسح رأسه صحيح ام صح صح نعم. اذا يتعدى بالباء وعلى ومباشرة. الاثنين ولا صح. يتعدى. نعم. ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على كفيه ثم صلى عليها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. الله يفتح عليك. قال مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. قال مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. تفضل. وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء
فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. تمام، الله يفتح عليك. هذا ايضا مرتبط به، السؤالات هذه مرتبطه ايضا به في النسخه الاخرى. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاه ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه يستأنف الوضوء، قال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين، فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه يستأنف الوضوء، قال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين، فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. تفضل. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. تمام. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء. تفضل. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم وقال قال ما قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد طبعا الوضوء. هنا فائدة نحوية أولا: ولا يعيد الوضوء، وضبطت أيضا في بعض النسخ: ولا يعيد الوضوء، وكلاهما صحيح. ولا يعيد الوضوء لا ناهية جازمة، وعلامة الجزم السكون، وكسرت الدال تخلصا من التقاء السكني، ولا يعيد الوضوء. وأما ولا يعيد الوضوء فهي لا نافية مهملة غير عاملة، والفعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولا يعيد الوضوء. فائدة فقهية: هو الإمام مالك رحمه الله في مثل هذه الأشياء ينبه على أن الفور والموالاة واجبان مع الذكر والقدرة، إذا كنت ذاكرا وقادرا فيجب، أما إذا نسيت فلا بأس. ولهذا لا يعيد الوضوء كاملا، قال فقط يعيد الإيه؟ يعيد المسح على، يعني يفعل ما لم يفعله في الوضوء، وهو رغم أن وضوءه جف وكله تمام، ولكن هو نسي أو نسي، ففقط يمسح على خفيه ثم يعيد الصلاة وجوبا كما قال الزرقاني وغيره. لماذا؟ لأن الصلاة باطلة، لأنه لم يمسح، لأنه قد تخلف ركن في الوضوء ألا وهو المسح على الخفين، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. لأن مولانا المالكية عندهم يفرقون بين
ما قرب وقته وما بعد وقته. نعم. فإذا كان تفرق وقت يعني وقت كبير، إذا الوقت قريب يعني ونسي، فهنا لأنه ما عندهم الترتيب واجب. نعم نعم. ترتيب الصلوات القليلة أيوة. واجب أقل نعم. خمسة فما قل. تمام. فأما إذا بعد الوقت فبعد الوقت هنا يعيد فقط العضو المنسي. نعم نعم. فإن كان قد صلى يعيد الصلاة. تماما فقط. نعم نعم بارك الله فيكم فتح الله. نعم. نعم. قال يا مولانا حقيقة. تفضل. السؤال يعني أزعجتك بالأسئلة مولانا. لا بالعكس والله، ده أنا بستفيد منك ما شاء الله. بستفيد من بارك ومن أسئلتك. تفضل. ربي يخلف بارك الله فيك. مولانا صنيع يعني عجيب ترتيب الإمام مالك رحمه الله. نعم. في أبواب موطئه. نعم. ترتيب عجيب ودقيق. الله. يعني يدل على فقه الإمام مالك العميق. نعم. بأن هذا الرجل لم يكن محدث فقط. نعم. وإنما كان فقيها من الطراز الأول. نعم. شوف هذا يعني صنيع الأنوار تخرج من كتابه سبحان الله، الله. وأنه يحتاط لدينه، مش أي إنسان. نعم. يأتيك بالأدلة الدامغة ليبينك بأن الدين يجب أن يحتاط فيه. نعم تمام تمام. لأنك دينك هو الذي يربطك بربك. نعم. فإذا فرطت في دينك فرطت في كل شيء. تمام. تمام. هو إمام الأدب، الإمام مالك رحمه الله كان إمام الأدب. نعم. وتعلم منه الأئمة والعلماء ابن وهب وغيره وعبد الرحمن نعم. بن القاسم العتقي، ويعني لازموه مدة طويلة. عبد الرحمن بن القاسم العتقي لازمه 20 سنة لم يتخلف نعم. عن مجلسه إلا لعذر طارئ. وابن وهب لعله ابن وهب عبد الله بن وهب قال تعلمت من مالك من أدبه أكثر من علمه. سبحان الله. يعني يقول تعلمت لعله ابن وهب قال تعلمت من مالك من مالك العلم 15 عاما أو 15 سنة، وتعلمت من أدبه 5 سنوات ووددت لو عكس الأمر. يعني يقول يا ريتني إن أنا انتبهت لهذا الموضوع الأدب. هو مؤدب طول السنوات، ولكن يقول ليتني تعلمت وانتبهت لموضوع الأدب هذه 15 سنة حتى أستفيد من أدبه أكثر من علمه. فإنه كان إمام الأدب رحمه الله. نعم. لا إله. ذكر القائل رحمه الله الإمام مالك قال ليس العلم بكثرة الرواية، رغم أنه أشوف رواياته كثيرة ودراياته كثيرة. ليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة الدراية، وإنما العلم خشية الله. نعم. قال يحيى سئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، قال لينزع خفيه ثم ليتوضأ ويغسل رجليه. برضو رويت وليغسل رجليه باللام، يعني ممكن هي ايه عطفا على اللام الأولى أو لام جديدة، ما فيش مشكلة، وكلها لام الأمر. قال يحيى سئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، قال لينزع خفيه ثم ليتوضأ ويغسل رجليه أو وليغسل رجليه. تفضل. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. وسئل مالك عن رجل غسل ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. طب لماذا؟ لأن المفترض أن يكون اللبس على تمام الوضوء، مش هلبسها الأول وأكمل. لا ما ينفعش، لابد بعد تمام الوضوء. ولذلك البعض يسأل أيضا في مثل هذا، يقول لك أنا طيب أنا الآن توضأت و يعني أتممت الوضوء ثم لبست الخفين أو جوربين صفيقين بعد أو جورب ثم بدأت أصلي، ثم بعد ذلك بعدها بساعة بساعتين بدا لي أن ألبس خفا آخر أو جوربا آخر فنزعت هذا ولبست ذاك، لا إشكال في هذا بشرط ألا تكون قد أحدثت. نعم. إذا أحدثت بينتقد خلاص. يعني إذا أحدثت ثم نزعت الخفين أو الجوربين ولبست آخرين لا يصح، لأن ينبغي أن أنت تتوضأ وضوءا جديدا. نعم. نعم. ثم تلبسهما طاهرة. قال العمل النسخة الأخرى باب العمل في المسح على الخفين. نعم.
قال مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطولهما. قال مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح، هشام بن عروة بن الزبير طبعا، رأى أباه نعم. يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. تفضل. باب العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. باب حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. طبعا هنا الإمام الزرقاني نبه تنبيها مهما جدا، قال: لأن ظهر الخف محل لوجوب المسح اتفاقا، يعني الظاهر هذا في اتفاق، إنما الخلاف في موضوع الباطن. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين برأيي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. طيب هنا في المذهب الإمام مالك وجوب استيعابهما، قال الزرقاني: وظاهر المذهب وجوب استيعابهما، يعني انت تمسح على ايه، كما رأيت ايضا مالكية هنا في المغرب يمسحون على الظاهر والباطن، من يمسح منهم وهذا قليل جدا ونادر، من يمسح فانه يمسح على الظاهر والباطن على الاعلى والاسفل، فان مسح اعلاها، نفترض بقى انه مسح الاعلى دون الاسفل، اعاد في الوقت، يعيد في الوقت، تمام، يعيد في الوقت وجوبا على قول ايه، على قول من قال بان يجب ان هو يمسح على الظاهر والباطن، واستحبابا لمن قال يعني يستحب ان يمسح على الباطن ايضا. اما اذا مسح على الباطن فقط اعاد ابدا، يعني اعاد ابدا يعني مطلقا بقى، سواء في الوقت او في غير الوقت، نعم، لان الاصل هو المسح على الظاهر. طبعا انا رايت هنا بعض الناس، كحضرت مجلسا هنا في احد المساجد القريبه مني من هذا المكان، وكان الشيخ بيتكلم عن المسح على الخفين والمسح على الجوربين وكذا، فظل ينكر انكارا شديدا، يعني كيف يا اخي، هو في الدرس، كيف انسان يلبس الجورب وكذا ويمسح عليه والوساخه والمجعب، يعني دخلها منحه ثانيه عشان ينكر. لما هي مساله، يعني في فرق بين صحه الشيء والاولى والاحسن والاجمل، انتبه لحضرتك، فهي هو دخلها من منفذ ايه، يعني ممكن الانسان ويفضل لابس الجورب تقاشر ولا لابس يومين ثلاثه وبعدين يمسح. يا عم الحاج كلمني في كلام فقهي. بغض النظر، ممكن انت بتصلي في مكان وسخ، المكان متسخ ولكن تصح الصلاه، وممكن الافضل يعني والاحسن انت تجيب سجاده او شيء، ولكن هذا متاح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الارض مسجدا وطهورا. يوجد فرق بين الطهاره والنظافه، طهارة تصلي مفيش مشكلة، نظافة ممكن بقى انت تجيب مثلا سجادة، تجيب زربية، تجيب حاجة بحيث يكون افضل. كذلك التقاشر، انت ممكن الجرب هو متسخ ولكن تصح المسح عليه، فهمت يا شيخ؟ نعم. بس هو فهو دخل بمنح اخر عشان ينكر مسألة ايه، وكيف وتبقى الصلاة باطلة، دخلها بقى بمنح لا 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 يصح المسح، يعني المشكلة في ايه، يعني هو خدها من هذا المنح. فلا بأس ان الانسان يتمذهب ويذكر المذاهب، ولكن برضه من باب الامانه يذكر المذاهب الاخرى، يعني فهمتني، يعني ما فيش معنى ان انت تقول اه يعني المسح لا يكون الا في الضروره وكذا، ولكن طب في مذاهب اخرى اجازت المسح مطلقا وهو قول الجمهور، فما الداعي، فما المانع ان تذكره؟ مع العلم انفتاح هنا في المغرب كثير من الناس الان حنابله، انت بالك، يعني مذهب ماشيين مع السعوديه في مذهبهم، في المذهب الحنبلي، نعم، وبعضهم ياتي من دول افريقيه وغير ذلك وشافعيه، انت بالك، نعم، وبعضهم ياتي من كازاخستان وبعض الدول حنفيه وتركيا حنفيه، وبرضه يعني مراعاه الخلاف من اصول الامام مالك، من اصول الفقه الامام مالك ايه، مراعاه الخلاف. نعم مولانا، حتى في يعني
في المذهب المالكي، هذا أظن ظلم للمذهب ولمؤسسه، لأن لبس الخفين عند المالكية ليس فقط، هما يرون فقط، لأن بعض الناس يلبسون في المذهب المتقدمين يرون بأن إذا كان اللبس للتنوق، واحد يلبس لأن باش يتكبر على الناس، في هذه الحالة يعني لا المسح، لا يبيحون المسح على الخفين، أما في الحالة لا يلبسون. فالتضييق الآن تضييق، علاش؟ لأن عدم تكوين الكوادر التي تعطي، هناك بعض الناس لا معش فقه واسع، لأن الفقه يحتاج إلى دراسة البيئة ودراسة الناس اللي يعطى لهم الدرس. تماما لازم، مش أي إنسان. احنا يعني ضيقنا منطقة الفقيه. نعم. هنا كل يعني كل من يعطي دروس يسمى فقيه، لا، مش هذا هو الفقيه. نعم. الفقيه هو الذي يعني سبحان الله يعني يكون موسوعة. نعم. موسوعة. نعم. ويكون دارس يعني الناس، البيئة نتاع الناس، يعرف العرف نتاع الناس، كل شيء. هذا حقيقة. صح. سأقول لك كلمة أخرى لكن نسيت. لا بأس، لا بأس، واذكر ربك إذا نسيت. جزاك الله. قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعته إليه في ذلك. قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعته إليه في ذلك. تفضل. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي من في ذلك. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي من ذلك. هنا قال الزرقاني واختلفوا هل الرجل اليسرى كذلك او يجعل اليد اليسرى فوقها، لان هو قال لك يعني هو وضع اليد اليسرى تحت الرجل اليمنى ثم اليد اليمنى فوقها وفوق ثم، فاختلفوا هل يفعل هكذا في اليسرى ولا يجعل اليسرى فوقها، اليسرى فوقها واليمنى اسفلها، خلاف في هذا. المهم الخلاصه، ولكن لا يضرون، لا بأس، ما فيش مشكلة. وعموما في الجمهور المسح أن يمسح خطوطا على الظاهر، خطوطا يعني هكذا، هي مرة واحدة بس، يعني خدت بالك، لا يبالغ ولا يأتي بالماء ويصبه وكذا، لا مسح ماء خفيف بس خلاص انتهى. باب ما جاء في الرعافي. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. تفضل. باب ما جاء في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. ولم يتكلم جملة حالية، إذ لو تكلم بلا عذر بطلت صلاته. قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى.
طبعا الإمام الزرقاني قال: وللمسألة قيود في الفروع. طبعا نعم أنا شخصيا أرى والله أعلم إن الحركة، إن هو يتحرك ويمشي ويذهب إلى الخلاء ويفعل هذا في النافلة لا بأس، إذا كان في النافلة لا بأس، أما في الفريضة فلا، لا أظن أن يعني أن أحد يجيز هذا في الفريضة. لماذا؟ لأن الفريضة بما فيهم المالكية والشافعية وجماهير الفقهاء، منهم من قال حركتين، ومنهم من قال 3 حركات تبطل الصلاة، ومنهم من قال إذا رآه الإنسان فظن أنه في غير الصلاة فقد نعم بطلت صلاته. فما نعم يجي واحد يتحرك ويمشي، اللي يشوفه يقول ده مش بيصلي، يقول ده إنسان نعم لا يصلي، وبالتالي تبطل الصلاة. أما في النافلة يتسامح فيها، النافلة يتسامح نعم حتى في استقبال القبلة وفي بعض الأشياء في الفرائض، في يعني هي في شروط صحة الصلاة يتسامح فيها في النافلة. أنت بالك؟ يعني مثل إيه؟ مثل استقبال القبلة، مثل القيام مع القدرة. لا بأس نعم إنسان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وهو مسافر، لا بأس. أما إن الفريضة، لا، الفريضة قيام مع القدرة، الفريضة استقبال القبلة، الفريضة أيضا مسألة الحركة، إن هو لا يتحرك بغير عذر، في أشياء، إلا طبعا دخل عليه شيء أراد أن يقتله كما قال صلى الله عليه وسلم: 5 دواب يقتلن في الحل والحرم أشبه ذلك، في شيء يؤذيه في الفريضة لا بأس، تمام. إنما إن هو يتحرك ويمشي يعني هذا فيما أعلم. لو لم حتى لو أنت عندك نعم يعني علم في هذه المسألة إن هذا الأمر عام حتى في الفريضة فأخبرني يعني. لا نعم لا بأس. مولانا، المالكية يشددون تشديدا حتى يستحيل الإنسان أن يبني. فهناك قيود، جعلوا قيودا، وضعوا قيودا يعني مستحيل الإنسان يأتي بها. نعم تماما. أولا لازم أن يمشي، يذهب إلى مكان الوضوء دون أن يستدبر القبلة، وهذا مستحيل، تقريبا مستحيل، نعم نعم هذا مستحيل. أو ولا يذهب إلى مكان والماء أمامه، ولا يلتفت كل هذا في الفريضة أو في النافلة. في الفريضة، يعني قيود شديدة، يعني لا يستحيل الإنسان. يستحيل لأحد أن يفعلها، نعم نعم أن ينضبط بها. ولذلك نقول لو هو في الفريضة ومعه منديل وأراد أن يعني يستعمله في إزالة هذا الدم من الرعاف أو أي شيء، نعم لا بأس حتى في الفريضة لا نعم بأس، هذا ما في إشكال. إنما إن هو يتحرك ويمشي هذا صعب شوي. نعم لا لا بارك الله. والشرط آخر لازم، هناك يعني مراحل في فتل الدم، فتل أنفه، حتى هم هناك كيفية، هناك صيغة وكيفية كيف يفتل دمه. فإذا الدم لطخ ثيابه ولطخ، هنا يقطع الصلاة يعني تمام، القطع يقطع نعم. الصلاة، لأن باطلة الصلاة، لأنه لطخ ثيابه ولطخ المكان الذي يصلي عليه، نعم هنا نعم يكون نجاسة. الله أكبر. لهذا الشيء يعني الإنسان ليأخذ يعني الإنسان، وهو سيذكرها باب العمل في الرعاة. نعم نعم إن شاء الله بارك الله فيك. قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. تفضل. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. طبعا توضأ الوضوء اللغوي، لا يقصد نوضة لأنه هو متوضئ، ما هو فهو نعم فكل هذا إشارة إلى أن الرعاف لا ينقض الوضوء. نعم نعم قال العباب. مولا نعم تفضل. هنا السؤال، اللغة في اللغة العربية، لا. هل
هل هناك لغة في رعفة أو رعفة؟ نعم، هنا الإمام الزرقاني قال هذه اللغة رعف، صحيحة؟ قال المجد كنصر ومنع، رعف نصر ينصر، رعف يرعف، نصر ينصر، رعف يرعف، تمام، أي خرج من أنفه نعم. الدم رعافا ورعافا كغراب، والرعاف والرعاف أيضا الدم بعينه، ويقع في نسخ سقيمة والقيء ولا وجود لها في نسخ الاعتقال، لأن الرعاف لا يؤول بالقيء أبدا، الرعاف لا يؤول بالقيء أبدا. نعم، إذا رعف مثل إيه؟ مثل نصر، باب نصر. نعم. ومنع، منع يمنع، كرم يكرم، سمع يسمع، فهي أيضا سمع يسمع، فأيضا يصح أن تقول رعف يرعف، فإذا يصح بالإيه؟ رعف يرعف ويرعف. نعم، لا، في الماضي، هل هناك رعفة؟ لا، أنا لا، ما يسألك سمع، ما تمشي معاه، أهو تمشي معاه سمع. نعم نعم، ما في رعف، رعف يرعف، خلاص، من باب نصر، وأيضا في رعف يرعف من باب سمع، سمع يسمع، تمام، رعف يرعف، ففيها فيها الوجهان. نعم، بارك الله. آمين، بارك الله. مرحبا يا أبا أسامة. باب العمل في الرعاف. قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. تفضل. باب العمل في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن الرحمن بن عبد عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تخطب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تخطب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أخي الحبيب. قال مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. قال مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. تفضل. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تخطب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تخطب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. تمام، بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مجلسنا، واليوم الحمد لله الأحاديث ليست كثيرة، ويعني الحمد لله موحدة تقريبا في باب واحد، فبارك الله فيكم. طبعا هنا كلمة تختضب مثل الخضاب، مثل الإنسان يصبغ، فبيحدث تأثر حتى تختضب أصابعه، يعني الدم يسيل بكثرة الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ويتوضأ. والعلماء قالوا إن الدم لا سيما المالكية ان خروج الدم من الجسد لا ينقض الوضوء، وقد مضى معنا هذا في باب سابق، فمسألة خروج الدم هذا لا ينقض الوضوء وهذه الأشياء لا بأس، وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم في جراحاتهم غزوة ذات الرقاع، سميت بذلك لأنهم كانوا يوقعون جراحاتهم. بارك الله فيكم ونفع الله. هل لديك أي سؤال أو استفسار أو شيء؟ الأخ أبو أسامة، الأخ محمد محجوب.
لا الحمد لله، بارك الله فيك، تمام، الحمد لله، بارك الله فهمت. فيك. إذا نلتقي على خير في مجلس القادم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حافظكم الله، بارك الله فيكم مولاي، وإياكم سيدي في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.